لو فاكر ان الغزو الامريكي للعراق كان شيء سهل وان الامريكان قدروا ياخدوا اللي هم عايزينه من العراق بمنتهى السهوله، فاحب اقول لك ان قرار غزو العراق اللي اخدته اداره بوش هو اسوأ قرار اخدته اداره امريكيه في تاريخ البلد كلها بعد قرار غزو افغانستان. يعني ممكن نقول ان قرار غزو العراق كان النقطه اللي بدا عندها النفوذ الامريكي ينحدر. لو بصينا على كم الخسائر في صفوف الجيش الامريكي هنلاقي ان هم حوالي 4800 جندي من 2003 ولحد 2011، ولو بصينا على الرسم البياني اللي طالع قدامنا ده هنلاقي ان اكتر سنه حصلت فيها خسائر كبيره بالنسبه للجيش الامريكي هي سنه 2004. اشمعنى بقى 2004 بالذات؟ لان السنه دي حصلت فيها واحده من اهم الاشتباكات اللي حصلت بين القوات العراقيه او قوات المقاومه العراقيه الشعبيه وبين القوات الامريكيه او قوات التحالف، لان السنه دي حصلت فيها معركه النجف او معركه وادي السلام، المعركه اللي تكبد فيها الجيش الامريكي خسائر فادحه وانسحب في موقف ضعف. وهنا لازم الفت وجهه نظرك لحاجه، احنا بنتكلم في 2004 يعني بعد سنه من الغزو الامريكي. في الوقت ده بالذات امريكا كانت تعتبر صاحبه الصداره، هي اقوى دوله في العالم. تخيل بقى ان قوات جيش اقوى دوله في العالم دي تتهزم قصاد مين؟ قصاد مش جيش نظامي معاه دعم جوي او معاه تغطيه ناريه، يتهزم قصاد مسلحين بسلاح خفيف بيلعبوا حرب شوارع مع القوات الامريكيه. وهنا نسال الاسئله المنطقيه، ايه هي معركه النجف؟ وازاي قدرت ميليشيات بقوات تسليح خفيفه وهي ميليشيات جيش المهدي ان هي تهزم القوات الامريكيه وتجبرها على الانسحاب من مدينه النجف والكوفه، مع ان نفس القوات دي هي اللي هزمت من سنه الجيش العراقي اللي كان يعتبر وقتها رابع اقوى جيش في العالم. ومين هو مقتدى الصدر مؤسس التيار الصدري ومؤسس كمان الجناح العسكري للتيار وهي جيش المهدي؟ مين بقى جيش المهدي ده ومين هو مقتدى الصدر اللي هو يعتبر نجم الحلقه النهارده؟ ومحتاجين نعرف اكتر نظره عامه على التدخل والنفوذ السياسي الايراني داخل العراق وحجمه عامل ازاي. وخلينا نفهم اساليب قتاليه زي حرب الشوارع وحرب العصابات وازاي قادره على هزيمه اي جيش مهما كان. فمش هوصيك لايك على فيسبوك سبسكرايب على يوتيوب، ولو انت على فيسبوك هتلاقي رابط القناه في الكومنتات. وبشدوا يا جماعه كده، عايزين نوصل 100000، يعني فاضل اقل من 3000 مشترك ونوصل 100000 على اليوتيوب، عايزين نجيب الدرع بقى. وحابين نقول ان الحلقه دي برعايه منصه ايفست للتداول، ولو انت مهتم بالتداول فمنصه ايفست بتسمح لك ان انت تتداول بعموله 0% ومن غير اي فوائد، وتقدر تتداول على اسهم شركات كتير زي تسلا وعندك امازون وشركات تانية كتير زي ميتا مثلا، وتقدر تتداول على اسهم سلع زي الذهب والنفط والفضه، وتقدر كمان تتداول على عملات رقميه زي البيتكوين والايثيريوم وغيرها. وحاليا في بونص 50% على اول ايداع، هتلاقي كل الروابط بتاعتهم موجوده في الوصف او اول كومنت لو انت معانا على فيسبوك. انا محمد خالد دلوقتي جار انجليزي وقهوتك وحصانك. في ابريل 2004 بدات مجموعه من النزاعات العسكريه والمناوشات ما بين قوات التحالف والقوات الامريكيه بالذات وما بين المقاومه الشعبيه في العراق او ما يعرف باسم جيش المهدي، واللي استمرت من اول 4 ابريل ولحد 27 اغسطس من نفس السنه، واللي كانت تعتبر معجنه بالنسبه للجيش الامريكي اللي قواته اتحطت فيها تحت ضغط كبير جدا لانها ما كانتش مستعده لمعركه بالشكل ده، وده اللي ادى لانسحاب القوات الامريكيه من مدينه النجف والكوفه وعقد وقف لاطلاق النار. ثواني بس عم محمد، انت قلت القوات الامريكيه ما كانتش مستعده، هو ايه اللي مش مستعد؟ ده في الوقت ده كان في اكتر من 100000 جندي امريكي على الاراضي العراقيه، ده غير طبعا قوات التحالف وتدمير جزء كبير جدا من الجيش العراقي، فاللي هو مش مستعدين ازاي يعني. وهنا لازم نحكي التفاصيل شويه ونرجع بالزمن للحظه سقوط العاصمه بغداد على يد غارات قوات التحالف. وقبل ما نتكلم حابين ننوه على نقطه كده، ان مفيش اي مشكله مع العراق ولا الشعب العراقي، بل بالعكس الدوله دي تعتبر مميزه جدا عن باقي الدول اللي حواليها وباقي دول الوطن العربي كمان، لا منها دوله عربيه قوي زي باقي الدول العربيه، ولا حتى دوله من دول وسط اسيا اللي هي اصلا جيرانها، ولا حتى دوله مياله للجانب الاوروبي زي تركيا او دوله حتى شبه ايران جارتها الكبيره. هي حاله فريده من نوعها. العراق طلعت علماء كتيره جدا، يعني احنا ما نعرفش عنهم كتير. يكفيني اقول لك ان برنامج النووي العراقي اللي كان شغال كان البرنامج الوحيد اللي في المنطقه ما فيهوش اي اجانب، برنامج خالص من العلماء العراقيين، وده يديك يعني نبذه بسيطه عن مدى براعه العلماء العراقيين في البرنامج النووي بتاعه. وكنا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في حلقه غزو العراق اللي اتكلمنا فيها قبل كده. الكلام اللي احنا بنقوله هو متعلق بالرؤيه السياسيه اكتر، وهدفه اللي احنا نتعلم منه ونتعلم من الاخطاء اللي حصلت زمان، لان الانسان طالما في نفس يبقى لازم يتعلم من اخطائه. واحده من اكبر الاخطاء اللي وقع فيها العرب وهي غزو العراق، لان الامريكان نصبوا الفخ لصدام حسين وحكومته وللاسف وقعوا فيه، لان الاداره الامريكيه كانت عينها على العراق بشكل كبير جدا. ده كان اصلا هدف جورج بوش قبل ما يجي حتى البيت الابيض، لدرجه ان اللي وصل جورج بوش للبيت الابيض هي شركات النفط الامريكيه وفلوسها اللي كانت عينيها على النفط العراقي بشكل مبالغ فيه. الخطه كانت دعم بوش في حملته الانتخابيه انه يوصل للبيت الابيض عشان يفتح السكه للشركات الامريكيه ان هي تخش العراق بدون حدود. من الاخر بوش والشركات الامريكيه عينيهم على النفط العراقي اكتر من اي شيء تاني. مين بقى هي شركات النفط الامريكيه دي؟ عد معايا: اكسون موبل، بريتش بتروليوم، شيل، وشيفرون. وفعلا بوش يوصل للحكم وبعد اسبوع واحد، يعني واخد بالك من السرعه، اسبوع واحد بس تتكون اللجنه الوطنيه لتطوير سياسه الطاقه الامريكيه. اللجنه دي كانت مكونه من رؤساء
شركات او يعني من كبار الشركات الاربعه اللي احنا قايلين عليهم من شويه، وهدفها هي حصر الطاقه الاجماليه النفطيه للعراق هتبقى عامله ازاي، واللي كانت حرفيا مرعبه. العراق وقتها كانت عندها خامس اكبر احتياطي نفط في العالم بما يوازي 400 مليار برميل. الفكره مش فينا، المكسب كله يعني والربح كله كان في تكلفه استخراج البرميل اللي كانت قليله جدا. تكلفه استخراج البرميل من العراق كانت حوالي 1.25 دولار، وقتها كان البرميل بيتباع ب 60 دولار. لا انت واخد بالك من فرق المكسب عامل ازاي؟ وعشان نفهم اكتر خلينا ندي مثال نفهم بيه الموضوع كده. فلنفترض ان العراق يعني بتنتج كل يوم حوالي 500,000 برميل، وده الافريج يعني. سعر برميل الواحد 60 دولار وتكلفه استخراجه 1.25 دولار، يعني مكسب حوالي 59 دولار. اضرب بقى 59 دي في 500,000 هيطلع لك كام؟ انت بتتكلم في حوالي 29.5 مليون دولار في اليوم. ولاحظ ان احنا بنتكلم على مكسب بس، يعني الفلوس دي هتخش في سنه واحده الجيب على طول. فالرقم ده كان كفايه جدا الامريكان يحشدوا نفسهم ويروحوا نص العالم الثاني عشان ياخذوا العراق. وكان في مشكله وقتها ان العراق لازم تكون مفتوحه بالكامل قصاد الشركات الامريكيه، والمشكله دي اتحلت بالغزو. وحجه الغزو هنا هي اسلحه الدمار الشامل، واللي هي يعني بعد وقت طويل محدش لقى اسلحه دمار شامل في العراق. هي كانت شويه صواريخ سكود على شويه صواريخ ابابيل انتاج عراقي، يعني حاجات عاديه جدا واخدينها من روسيا اصلا. ولكن الامريكان يعني نسيوا حاجه بسيطه، ان هم زي ما نصبوا الفخ لصدام حسين هم برضو نصبوا الفخ لنفسيهم، لان غزو العراق كان فتح ابواب جهنم على الامريكان. وهنا لازم نتكلم على مرحله ما بعد الغزو الامريكي وما بعد سقوط الجيش العراقي. الامريكان كانوا فاكرين ان بعد سقوط الجيش العراقي خلاص المهمه كده نجحت، ولكن هم نسيوا ان هم ايام حرب الكويت وغزو العراق في 2003 كانوا بيتعاملوا مع الجيش النظامي. وبعد سقوط الجيش ده القوات الامريكيه دلوقتي بقت بتتعامل مع الشعب العراقي كله. احنا بنتكلم وقتها في حوالي 25 مليون عراقي، اللي كان 90% منهم مدرب على استخدام السلاح بشكل كويس، وده بسبب التجنيد الاجباري ايام الرئيس صدام حسين. فدلوقتي احنا بنتكلم في حوالي من 100 ل 150 الف جندي امريكي قصاد 25 مليون عراقي اعلنوا الكفاح المسلح ضد الغزو الامريكي. بس محمد انت مش حاسس ان انت مكبر الموضوع شويه؟ يعني اصل مع احترامي يعني المقاومه العراقيه دي هتروح فين قصاد الطيارات الشبحيه والدبابات الابرامز والصواريخ التوماهوك؟ هيعملوا ايه يعني قصاد كل ده؟ وهنا بقى لازم نركز على مفهوم مهم جدا بيحصل بين اي نزاع بيكون فيه قوات نظاميه ليها جهاز وتابع لمركزيه زي الجيش الامريكي، وبين قوات او ميليشيات او جماعات مسلحه صغيره خفيفه نسبيا ومش نظاميه زيها، وهو تكنيك حرب العصابات. التكنيك اللي بيدي القوه للمجموعات الصغيره دي قوه عملاقه ما يقدرش عليها حتى اي جيش نظامي. مفهوم حرب العصابات هو تكنيك بتتبعه لما يكون العدو بتاعك وغالبا بيكون جيش نظامي كبير بيكون اقوى منك. على الناحيه الثانيه انت بتكون قوتك يعني بسيطه نوعا ما، ويعني من الحيز الجغرافي يعني شويه سكان معاهم شويه سلاح من الاخر يعني. طب ازاي بقى المجموعات دي من القوات تقدر تتغلب على جيش اكبر منها؟ لان مفهوم حرب العصابات بيعتمد على كذا نقطه مهمه جدا وقويه جدا بالنسبه للقوات المسلحه الصغيره. اول نقطه واهم نقطه وهي الجغرافيا، لان الناس دي بتبقى من نفس الارض اللي بتلعب عليها، مفيش حد ادرى منهم بارضهم. انت ببساطه بتلعب على ارضك، فاكيد هتبقى عارف تخش منين وتنسحب منين وفين تتحصن وفين تضرب اماكن حساسه للجيش الامريكي. بالبلدي انت بتبقى فاهم ازاي تضرب تحت الحزام. اما النقطه الثانيه وهي سهوله وخفه الحركه، لانك بتعتمد على مجموعات بعدد صغير وبسلاح خفيف او متوسط بالكتير قوي، وده بيمكنك تضرب ضربات مفاجاه في وقت قليل جدا، وكمان مع تنفيذ امكانيه الكمائن. الكمين ده بقى بيبقى شيء مدمر جدا بالنسبه لجيش العدو، لانك بتستخدم قافله او بتستخدم واحده من وحدات الجيش بتبقى ماشيه لوحدها تيجي في مكان معين تستهدفها وتدمرها تماما. طب وهل التكنيك ده فعال يعني بيجيب نتيجه من الاخر؟ وحرفيا هنا انا ممكن اطلع اقول لك نماذج للصبح، يعني كفايه اللي حصل لقوات المارينز في مقديشيو في الصومال اللي هو الفيلم بتاع بلاك هوك داون، ويعني ممكن ناخد نماذج للصبح في افغانستان لوحدها واللي حصل للقوات الامريكيه هناك. ولكن اللي حصل في العراق كانت مقاومه شرسه جدا يعني، والتاثير العراقي كان اكتر حتى من التاثير اللي حصل في افغانستان. ولو انت عايز دليل ممكن تفتح اي فيلم اجنبي هتلاقي البطل او الجندي كان موجود هناك في الجيش الامريكي مع العراق وجاي لازم يكون عنده صدمه نفسيه او صدمه عصبيه من اللي شافه هناك. ده لازم يعني، لو فتحت فيلم اجنبي لازم اشوف الموضوع ده. واحنا نروح بعيد ليه؟ شغل يا ابني الفيديو اللي جاي ده. في شهر مايو 2003 يعني بعد الغزو بحاجه بسيطه انشا رجل دين شيعي اسمه مقتدى الصدر التيار الصدري. التيار ده هو كان تيار شيعي سياسي واللي مع الوقت بقى اكبر تيار شيعي شعبي موجود في البلد كلها. ولكن مع الوقت ومع تضخم حجم التيار واجتذاب مجموعه كبيره من الشباب بقى هدف للامريكان وان هم عايزين يحيدوه على المشهد السياسي. فاضطر بعدها وبعد وقت قصير جدا من نشاه التيار هو انشاء الجناح العسكري للتيار اللي اتعرف بعد كده باسم جيش المهدي، واللي اسمه بيدل على مدى الدلاله العقائديه
الهويه اللي بيحملها جيش المهدي او العقيده اللي هم بيؤمنوا بيها، وان ده جيش الامام المهدي المنتظر اللي هيجي في اخر الزمان. ولكن الروايه بتاعت المهدي المنتظر في الروايات الشيعيه مختلفه نوعا ما عن الروايه عندنا في السنه، لان المهدي المنتظر هو محمد بن حسن العسكري الامام ال12 للشيعة. محمد بن حسن العسكري هو ابن الامام ال11 الحسن العسكري اللي اتقتل، بيقولوا ان هو اتقتل يعني، وكان وقتها كان ابنه محمد بن حسن عنده 5 سنين. وفي الوقت ده لما الامام بيموت لازم الامامه او ولايه الشيعه كلهم تروح للامام الصغير او يعني لابنه على طول، وبسبب صغر سنه وقتها اخفوه في سرداب في مدينه السامراء، واللي اتعرف هنا بما يسمى الغيبه الكبرى. المعروف بقى ان الامام ده هيجي في اخر الزمان خالص بعد ما الارض تتملى ظلم خالص، ويجي بقى يملى الارض هو بقى عدل وحاجات كويسه كده. وكنا اتكلمنا بالموضوع ده بالتفصيل الممل في حلقه ايران، اللي عارفين تفصيل الممل يعني الحلقه كانت طويله جدا يعني. وهنا عرفنا ليه اسمه جيش المهدي، بس هل هو فعلا جيش؟ جيش المهدي كان اسم شيك كده لشويه فصائل وميليشيات اتجمعت مع بعضها. جيش المهدي كان بيعتمد في تفصيله على الوحده الواحده وهي الفصيل. الفصيل الواحد كان بيضم حوالي 50 مقاتل، وكل 6 فصائل كانت بتعمل سريه، وكل 7 سرايا بتعمل فوج، واجمالي عدد الجيش كله كانت حوالي 14-15 ألف مقاتل. بس مش غريبه ان بعد الغزو وبعد حاجات بسيطه قوي يطلع لنا جيش نظامي بوحدات وتيار عسكري وتيار الحاجات دي كلها تطلع في كام شهر؟ ولا الموضوع كان متخطط له من قبل غزو العراق اصلا؟ جيش المهدي برضو كان ليه مصادر استخباراتيه، اهمها الجنود او المنضمين اللي كانوا بيجوا من وزارات زي الداخليه ووزاره الدفاع، وكانوا بيمدوه بالمعلومات الاساسيه. ولكن برضو كان في مصدر كبير جدا وهي المصدر اللي بيجي من الاستخبارات الايرانيه، واللي مع الوقت تم تاسيس وحده استخبارات عسكريه صغيره كده اسمها الاشراف العسكري. وكده بقى فاضل لنا نعرف حاجه، هما كانوا بيجيبوا الدعم العسكري منين؟ يعني كانوا بيجيبوا سلاحهم منين؟ السلاح كانوا بيعتمدوا على مصدرين، السلاح القديم اللي كان متبقي من الجيش العراقي واللي ما كانش بيستخدمه، اما التسليح الاساسي كان بيجي من السلاح اللي كان بيجي من ايران في شحنات عسكريه كبيره. السلاح اللي بس ما اقتصرش على سلاح بسيط او سلاح خفيف، ده وصل لكمان قذائف هاون ومضادات للطيارات وصواريخ، كل ده استعداد لضرب الامريكان. بس انت قلت ان هم كانوا بيساعدوا المقاومه العسكريه الامريكيه لسقوط صدام، ليه بقى قوات جيش المهدي راحت ضربت الامريكان؟ لان الاثنين هدفهم كان سقوط صدام. طب بعد ما وقع صدام الامريكان كانوا عايزين يسحبوا النفط على رواقه، مين مش عايزين بقى قلق كتير ومش عايزين حد يعني مش عايزين حد في المشهد يعني. وهنا بدات الاحداث ما بين الاثنين تتصاعد لحد ما اصدر الحاكم الامريكي في العراق هو الحاكم المدني بول بريمر امر باغلاق جريده الحوزه الاسبوعيه بهدف ان هي يعني محرضه على الجيش الامريكي او قوات التحالف، وقرار تاني بتطويق منزل مقتدى الصدر. وهنا بدات الشراره. الموضوع بدا بخروج مظاهرات من العراقيين هدفهم هو انسحاب الجيش الامريكي من العراق كله، والنتيجه ان كان في حوالي 160 شخص اتصابوا على يد القوات السلفادوريه والاسبانيه اللي كانت موجوده. استنى بس اعمل حاجه، انت قلت اسبانيه، ايه اللي جاب اسبانيا العراق؟ لو انا ما قلتلكش، ما امريكا ما كانتش جايه لوحدها، كانت جايه ومعاها 34 دوله جايين بما يسمى قوات التحالف عشان تبرر يعني ان ايه ده مش غزو امريكي صرف يعني. ومن بعد الحدث ده خرجت ميليشيات جيش المهدي علشان تضرب المراكز الاسبانيه والسلفادوريه في قاعده الاندلس اللي كانوا متحصنين فيها، واللي ادى الهجمه دي لوقوع واصابه ومقتل حوالي 14 سلفادوري. وهنا بقى بدات المواجهه الحقيقيه بين قوات المهدي وبين قوات التحالف في اكتر من مدينه في جنوب وسط العراق، ولكن القتال اتركز بالذات على مدينه النجف اللي اتحصن هناك مقتدى الصدر في مسجد الكوفه، واللي كانت عناصر جيش المهدي كانت بتحوط المسجد وتحميه، وكمان ناحيه مرقد الامام علي رضي الله عنه. وكان بيعلن من هناك مقتدى الصدر ان الامريكان ما ينفعش يخشوا النجف ويدلسوا مقدساتها الدينيه. على الناحيه الثانيه استعدت القوات الامريكيه والاسبانيه للهجوم على مدينه النجف، واستمرت المواجهات ما بين الطرفين فيما يسمى بحرب الشوارع في مدينه النجف كلها، الحرب اللي كانت صعبه جدا على قوات التحالف، لان حرب الشوارع عموما بتبقى صعبه على اي جيش نظامي مهما كان، لانك بتتحرك على ارض في شوارع انت ما تعرفهاش، لا عارف تتحصن فيها ولا عارف تتحرك فيها ازاي. على الناحيه الثانيه محدش يعرف النجف وشوارعها اكتر من اللي عايشين فيها، فكانت قوات المهدي بتتحرك بسلاسه جدا وبتنفذ ضربات قويه جدا على القوات الامريكيه، وبتضرب بقى بالهاون والصواريخ، كانت ليله كبيره، واللي تعرضت فيها قوات التحالف لاذيه كبيره جدا بالذات القوات الاسبانيه. على الناحيه الثانيه القوات الامريكيه كانت موجوده في منطقه بحر النجف في الشرق تقريبا، واللي تعرضوا فيها برضو لهجوم شديد، واللي استمر القتال برضو في مدينه النجف والمدينه القديمه وكمان مقبره وادي السلام اللي كانت تعتبر اكبر مقبره في العالم. وفي 27 مايو توقفت الهجمات الامريكيه وبدات تعلن عن هدنه وانسحاب من طرف واحد يعني من النجف، يسحبوا نفسهم كده لان الدنيا باظت مزرميت خالص. اما القوات الاسبانيه فهي انسحبت من قبل الامريكان اصلا، يعني انسحبت قبلها باسبوعين تقريبا. الكلام ده كان في مايو، عشان تيجي بعدها القوات الامريكيه بعد 3 شهور في اول اغسطس بالذات يوم 2 اغسطس وتحاول تطوق منزل الصدر وتتبادل النار مع الحرس من قوات جيش المهدي اللي كانوا بيحموا البيت. ولكن المره دي ما كانتش قوات عاديه، دي كانت قوات من المارينز ومعاهم بقى دبابات وطيارات هليكوبتر ودعم جوي، كانت ليله كبيره. الكلام ده امتى؟ قلنا يوم 2 اغسطس يعني في اول الشهر، عشان يجي بعدها يوم 6 اغسطس وتسقط اول طياره هليكوبتر بالنسبه لامريكا ويتصاب فيها حوالي 7 جنود امريكان، ده غير طبعا الضربات الصاروخيه اللي كانت بتتم بالار بي جي وغيره، ويكون الصدر هرب من بيته واتحصن في مرقد الامام علي وفي الصحن الحيدري، واللي صرح من هناك لمقاتلين جيش المهدي ان هم يستمروا
يستمروا لاخر نفس. واستمر القتال ما بين الطرفين في اطراف المدينه القديمه وفي مقبره وادي السلام برضو، واللي تعرضت فيها النجف لجزء كبير جدا من التدمير، حتى برضو مرقد الامام علي تعرض لجزء كبير من التدمير. في يوم 27 اغسطس توجه الاف العراقيين من العراق كلها عشان يفكوا الحصار اللي عملته القوات الامريكيه على قوات الجيش المهدي في النجف، والدنيا كانت رايحه على اتجاه وحش جدا لحد ما جه علي السيستاني. علي السيستاني يعتبر المرجع الاعلى للطائفه الشيعيه في العالم كله، ومن اكتر الشخصيات المؤثره في العراق. راجل ليه شنه ورنه، وقطع رحله العراق بتاعته في لندن بسبب الكارثه اللي كانت بتحصل في مسقط راسه في النجف. ومع دخول السيستاني بدا تنظيم لوقف اطلاق النار ما بين القوات الامريكيه وما بين قوات المهدي، وتم الاتفاق على انسحاب كامل للقوات الامريكيه من النجف وتسليم الملف الامني فيها للشرطه العراقيه. على الناحيه الثانيه قبل مقتدى الصدر الشروط بتاعت علي السيستاني، وتسلم برضه مفاتيح الصحن الحيدري لممثل السيستاني عشان يعلن جيش المهدي وقف اطلاق النار والانسحاب بعد ما القوات الامريكيه انسحبت. بالبلدي القوات الامريكيه اخذت على قفاها كتير جدا وانسحبت في الاخر. ولكن مين قال ان دي الهزيمه الوحيده اللي خدتها القوات الامريكيه؟ احنا نسينا حاجه مهمه جدا، الفلوجه. معركه النجف بكل اللي احنا قلناه ده تعتبر يعني حاجه بسيطه جدا قصاد اللي حصل في معركه الفلوجه الاولى والثانيه، واللي كانت محاوله فاشله من القوات الامريكيه ان هي تحاصر وتقتحم مدينه الفلوجه بعد اللي حصل في الاربعه مرتزقه اللي كانوا موجودين من شركه بلاك ووتر الامريكيه، واللي اتمسحت بكرامتهم الارض، واللي جثثهم اتعلقت على جسر من الجسور على نهر الفرات بتاع المدينه. هي ايه هي الفلوجه دي؟ وايه اللي حصل هناك؟ وايه اللي حصل للقوات الامريكيه في الفلوجه؟ وايه هي شركه بلاك ووتر دي؟ وهل كان في مرتزقه امريكان جوه العراق اصلا؟ باذن الله ممكن نعمل حلقه بالتفصيل الموضوع ده، يعني ان شاء الله لو الفيديو ده جاب تفاعل بنسبه كبيره، يعني لو الفيديو ده جاب تفاعل كبير في وقت قصير ان شاء الله الحلقه اللي بعدها على طول هتكون عن الفلوجه مخصوص. فمش هصيك بقى لايك سبسكرايب، احنا عايزين نوصل بقول لك 100 الف في اسرع وقت يعني. ولو انت مهتم بالتداول في شركه ايفست هتديك بونص 50% على اول ايداع تعمله في المنصه، وكل الروابط هتلاقيها تحت في اول كومنت على فيسبوك او في الديسكربشن بتاع يوتيوب. وبس كده، سلام.